باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل عين نعمته ورحمته وبركته الأبد الأبدين ولا دهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب أسئلة من يسألوننا حول الكتاب المقدس، وما زلنا في سفر عزرا، والنهاردة الحلقة الرابعة أو الجزء الرابع. وحابب برضه أجاوب على سؤالين. السؤال الأولاني عن عدد المغنيين والمغنيات، والسؤال الثاني على الاحتفال بعيد المظل. احنا بنجاوب كل أسئلة إخواننا وأخواتنا وكل من يسألوننا حول كتابنا المقدس. إخواتنا جابوا جزء من سفر عزرا وجزء من سفر نحمية وحطوه، قال لك إيه إنه الصح فيهم والكلام ده كله. سفر عزرا وسفر نحمية، سفر عزرا بيسجل أعداد الناس الخارجين أو اللي قال إنهم هيرجعوا من السبي. سفر نحمية سجل الأعداد اللي وصلت أو الأعداد اللي كانت موجودة في أورشليم. دي بس عشان الكل يبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. دي حاجة بس ذكرتها في الأول قبل ما نذكر الأعداد بتاعة المغنيين والمغنيات ونجاوب بالتفصيل. في سفر عزرا أصحاح 2 ومن عدد 65، وأنا حابب أقرأ من عدد 59 الباراجراف ده كله، وهرجع بعد كده نقرأ الجزء بتاع سفر نحمية ونرجع نشوف الصح ايه بالظبط. وهلاقي هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة كروب أدان أمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل. بنو دلايا بنو طوبيا بنو نقودة 652، ومن بني الكهنة بنو حبايا بنو هقوز بنو برزلاي الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنوت. وقال لهم الترشاس أن لا أكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن الأوريم والتميم. كل الجمهور معا 42,360، فضلا عن عبيدهم وإمائهم فهؤلاء كانوا 7,337، ولهم من المغنيين والمغنيات 200، خيلهم 736، بغالهم 245، جمالهم 435، حميرهم 6,720. ده اللي موجود في سفر عزرا الأصحاح الثاني. ما هو موجود في سفر نحمية أصحاح 7؟ ومن عدد 67 أنا برضو حابب أقرأ نفس الباراجراف ده اللي احنا قرأناه في نفس الكلام اللي اتقال في سفر نحمية، هو اللي اتقال في سفر عزرا. فحابب أقرأ من أول الباراجراف اللي من أول عدد 61 إلى عدد 69. وعليهم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة كروب وأدون وأمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل. بنو دلايا بنو طوبيا بنو نقودة 642، ومن الكهنة بنو حبايا بنو هقوز بنو برزلاي الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعاد وتسمى باسمهم. هلا يفحصوا عن كتاب أنسابهم فلم توجد فرجل من الكهنوت. وقال لهم الترشاسة أن لا أكل من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن الأوريم والتميم. كل الجمهور معا 4,260، فضلا عن عبيدهم وأمائهم الذين كانوا 7,337، ولهم المغنين المغنيات 245، وخيلهم 736، وبغالهم 245، والجمال 435، والحمير 6,720. ده اللي هو الموجود عن المغنيين المغنيات. مرة زي ما احنا شفنا بيقول ان هم 200
والمرة الثانية بيقول إنهم 245. باختصار الرد باختصار، عزرا بيتكلم عن الأعداد الخارجة بدليل، بيقول مرة تانية عزرا أصح 2 من العدد الأولاني، وهلا هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل. بيتكلم هنا على عدد الصاعد اللي هم جايين من السبي. أما في نحمية وده برضو أصحاح 7 ومن عدد الأول، الكلام اللي احنا قريت الباراجرافين أنا هقرأ لكم من أول أصحاح عشان نفهم بيتكلم عن إيه. في نحمية أصحاح 7، ولما بنى السور ولما بني السور وأقمت المصرية وترتب البوابون والمغنيون واللويين أقمت، وبيتكلم ف ما ذكره عزرا الصاعدون من السبي، دي حاجة. ما ذكره عزرا، ما ذكره نحمية العدد اللي وصل واللي كان موجود فعلا بعد ما أقام السور، ففيه بالتأكيد ممكن العدد يزيد ممكن العدد يقل. العدد يزيد لو فيه ولادات جديدة أو فيه حد انضم ليهم، العدد يقل لو حد مات، وهنشوف دلوقتي في الكلام ده من خلال السفر ومن خلال مش بس كلام بقوله لكم عشان نديكم إجابة عن السؤال، لا ده فعلا ده اللي حصل، وهنشوف دلوقتي في سفر عزرا وفي سفر نحمية. زي ما احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن السبي والرجوع من السبي، ما رجعوش كلهم مرة واحدة، رجعوا على دفعات، زي ما السبي برضو حصل على أكثر من مرحلة للسبي نفس الحكاية. هارا مرة تانية سفر عزرا من العدد الأولاني، وهلاهم بنوا الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته. فهنا بيتكلم على الصاعدون من السبي السبي. في سفر نحمية بيتكلم على اللي وصلوا من بابل إلى أورشليم وبدأوا العمل من فترة نحمية. في نحمية أصحاح 7 من العدد الأول، ولما بنى السور أو لما بني السور وأقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللويون. فهنا بيتكلم على دول وصلوا وبنوا وما بعد ما بنى، بيذكر التعداد اللي هو بيعده نحمية. في عزرا كتب اللي هم رجعوا أو صعدوا من السبي، هنا بيتكلم على الناس اللي كانوا فعلا موجودين في وقت ما بعد بناء السور. فبالطبيعي ان في ناس هتموت وفي ناس هتعيش، في ناس هتزيد وفي ناس هتقل، ده بس عشان نبقى عارفين، وهنشوف بعد كده الكلام ده كله موجود فين بالظبط كمان في السفرين. مرة تانية سفر عزرا أصحاح 2 عدد الأول، وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر أو نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته. في سفر نحمية، ولما بني السور أو لما بنى السور وأقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللويون، أقمت حناني أخي وحنانيا رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين، وقلت لهم لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصرية ويقفلوها، وأقيم حراسات من سكان أورشليم كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليل في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت، فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب، فوجدت سفر الانتساب الذين صعدوا أولا، ووجدت مكتوبا فيه سفر الانتساب اللي هو الناس اللي هم كتبوا ان هم هيصعدوا. وبيكمل هؤلاء هم بني الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل، رجعوا الى اورشليم ويهوذا وكل واحد الى مدينته. هنا بيشرح
ان السفر انه بدأ يراجع السفر بعد ما بنى السور وترتب البوابون وترتب الناس والعدد الكل والعدد الحقيقي فعلا اللي كان موجود في ايام نحمية. فسفر عزرا بيذكر الخارجين وقت ما خرجوا من السبي. سفر عزرا يكتب العدد الخارجين من السبي. سفر نحمية يذكر العدد الفعل اللي كان موجود بعد ما بني السور وبدأ يعد ايه الموجودين. فده بيذكر العدد الفعل اللي موجود. فسفر نحمية يذكر العدد بعد دخول اورشليم واشتراكهم في البناء. وكل الاباء قالوا نفس الكلام ده. كل الاباء قالوا نفس الكلام ده. البعض قال 42,360، وده مجموع الأعداد المذكورة قبل كده 29,818. وبيقول إن 42,360 مجموع الأعداد كلها. في السفر الثاني بيقول إن هم لما نعدهم لقيهم 29,880، بس مش بس المغنيين، كمان حتى في تعداد كل الناس. وبيقول ان سفر نحمية في الاصحاح السابع ذكر نفس القائمة ونفس المجموع. ولو جمعنا الاعداد في سفر نحمية وهنلاقي الاعداد ما هياش زي الاعداد دي زي الاعداد دي. ليه بالظبط؟ عشان الناس اللي رجعوا وكانوا موجودين في وقت التعداد، وقت التعداد. فالاصحاحين بيتكلموا الآباء ويقولوا الأصحين بيتكلموا أو يشتملوا على أسماء أعيان أو الناس الأغنياء بتوع اليهود اللي عادوا من سبي بابل لأوطانهم ومجموع العائدين في كليهما. وبيقول إن هما 42,360، وما أذكرش أي اختلاف ما بين الأعداد والكلام ده كله. ده كان أمر طبيعي متوقع إنه حصوله. فعزرا كتب أسماء اللي راغبين في العودة، كتب الذين يرغبون في العودة لأوطانهم، وهو كان في وقت ده في بابل لسه. يعني عزرا لما كتب هو في بابل، وكتب مين اللي عايز يرجع، لف عليهم من عايز يرجع فكتب الأعداد ده. نحمية كتب الأسماء اللي عادت فعلا وهو كان في موجود في اليهودية بعد ما بنى الصور. فحصل فرق في بيان الأعداد، مش بس في المغنيين، كمان حتى كمان في الأعداد العامة للشعب كله، الأعداد العامة للشعب كله. فحصل فرق في البيان بسبب المدة، طبعا كانت مدة طويلة. وطبعا البعض كان مات، والبعض كان لغى السفر، والبعض ما كانش عايز يسافر سفر. فده الاختلاف أو سبب الاختلاف ما بين الاثنين. لكن ده مش معناه إن هو إن اختلاف في الكتاب المقدس ما بين بعضه، لا. زي ما قلت كتب هو مين عايز يرجع، فكتب التعداد عزرا. في ناس فيهم لغت مش عايز ترجع، في ناس فيهم ما رجعتش، في ناس ماتت، في ناس في السكة ما وصلتش. ده اللي كتبه عزرا. نحمية كتب العدد الفعلي اللي كان موجود في أورشليم بعد ما بنوا السور وأقاموا الأبواب، وبعد ما بدأ يعد الشعب مين الشعب اللي موجود في أورشليم. ده بس عشان تبقى الأمور واضحة قدام عينينا. نحمية كتب العدد اللي موجود. عزرا كتب الأعداد اللي عايزة تسافر، اللي راغبين عايزين يسافروا، اللي عايزين يرجعوا معاه. وعلى سبيل المثال عزرا 32، عزرا 32 لما نيجي أصحاح 2 ومن عدد 30، عزرا بيتكلم عن بنو مغبيش 156، بنو مغبيش 156. دي موجودة في عزرا 32. لما نيجي بنو مغبيش دول بعد ما سجل اسمه هو وعيلته مرجحش، عشان كده عزرا
أورد قائمة من سجلوا أسماءهم من بابل، بينما نحمية يسجل قائمة من وصلوا فعلا إلى أورشليم. فمخبيش ده اللي هو موجود في عزرة 32، لما أقول لكم إن في ناس سجلت أسماءها وما راحتش أو ما رجعتش، واحد زي مخبيش اللي هو موجود في عزرة 32. عزرة 32 مرة تانية بنوا مخبيش 156. ده سجل اسمه انه هيرجع لكن ما رجعش. فهنا لما نيجي اللي وصلوا فعلا لاورشليم وبعد بناء السور اللي عدهم نحاميه، فما هوش تعداد لنفس التعداد يعني ده تعداد وده تعداد تاني. لا، ده تعداد بتاع عزرة، يعني ما هوش نفس العدد اللي كان موجود الاثنين اختلفوا في معاهم. لا، ده عزرة عمل التعداد للناس اللي عايزة ترجع. في ناس فيهم بعد ما كتبت أساميها ورغبتها إنها ترجع ما رجعتش، زي ما احنا قلنا مخبيش ده اللي هو في عزرة 32. في ناس تانية ماتت، في ناس تانية كانت ما كانش عايزة تروح لكن رجعت. فبالتالي ضروري إن يكون في الأعداد مختلفة. ده لو أعداد بالظبط يبقى في حاجة ليه؟ يبقى الله، هو ما فيش حد مات، ما فيش حد عاش، ما فيش حد اتولد، ما فيش حد انضم. فالاختلاف ما بين التعدادين ده دليل على انهم حادثين في وقتين مختلفين، مش حادث لوقت واحد. بس دي عشان نبقى فاهمين الموضوع مش ازاي. زي ما بيقول في عزرة والقائمة بتاعته وقائمة نحامية، اللي سافروا فعلا كانوا أكتر من اللي سجل أساميهم. اللي سافروا كانوا أكتر من اللي سجلوا أساميهم، رغم إن فيه ناس سجلت أساميهم وما راحتش زي مخبيش. فعلى سبيل المثال واحد كان اسمه بنو عادين. بنو عادين، يعني احنا ذكرنا عن واحد اسمه مخبيش، واحد تاني اسمه بني عادين، عددهم في قائمة عزرة 454. 454 دول اللي سجلوا أساميهم، لكن اللي فعلا رجعوا كان أكتر من 454، كانوا 655 في القائمة اللي سجلها نحامية، لأن نحامية سجل فعلا اللي سافروا فعلا وكانوا موجودين وقت ما هو سجل الأسماء دي كلها. فالعادة طبيعي الناس بتغير أرياءها، العادة الناس طبيعي ما هياش ثابتة على قرار معين. ممكن واحد ياخد قرار النهاردة وبكرة يلغي القرار بتاعه، أو واحد ما يكونش واخد القرار وبكرة ياخد قراره يختلف عن قرار بتاع اليوم اللي قبليه. عادة اليهود في الوقت ده كان استعمال أكتر من اسم كمان، استعمال أكتر من اسم، فكمان بيبدأ كمان إن ليهم اسم ولقب وشهرة. وزي ما ذكرت قبل كده، يعني على سبيل المثال يعقوب كان اسمه إسرائيل، أو كان الله أعطاه اسم إسرائيل. يعقوب اللي هو أبو الآباء اللي هو ابن إسحاق، كان ليه اسم الله أعطاه إسرائيل. إبراهيم كان ليه اسم تاني اسمه إبراهام. إبراهيم كان ليه اسم تاني اسمه إبراهام وتسمى بإبراهيم. وكان احنا مثلا على سبيل المثال في الكتاب المقدس في العهد الجديد، بطرس الرسول ليه اسم سمعان. بطرس الرسول ليه اسم سمعان. فيه أكتر من رسول من الرسل في العهد الجديد كان يحمل أكتر من اسم. على سبيل المثال بولس، بولس كان اسمه شاول. بولس كان اسمه شاول. يعقوب كان ليه أخ اسمه يهوذا. يعقوب كان ليه أخ اسمه يهوذا، وكان يهوذا كان ليه لقب لباوس أو تداوس. يهوذا اللي هو أخو يعقوب كان ليه لقب لباوس أو تداوس، يعني كان بيحمل أكتر من اسم، اسمه يهوذا وتداوس ولباوس.
ممكن في البلاد اللي احنا عايشين فيها معروف هنا باسم تداوس. فممكن واحد يحمل اكتر من اسم، يحمل واحد اكتر من اسم ولقب واسمه شهرة، زي واحد اسمه سيعة، وده في نحامية 47، ده اسمه سيعة في نحامية 47، وليه اسمه سيعاها في عزرة 244. يعني في أكتر من اسم للواحد ممكن يتكتب بأي اسم، الأسماء دي والأسامي دي صح. وإحنا هنشوف الكلام ده مثلا في إنجيل معلمنا متى وإنجيل معلمنا لوقا، لما بيتكلم على سلسلة أنساب السيد المسيح له كل المجد، بيذكر بعض الشخصيات وليها اسمين، بعض الشخصيات وليها اسمين. ده بس عشان يبقى بنفكر من خلال فكر الكتاب المقدس. ألخص اللي قلته وهكمل. الحاجة الأولانية، الأعداد اللي مكتوبة في سفر عزرة دي الأعداد اللي هي فكرت ترجع، اللي سجلوا أساميهم ورغبتهم إنهم يرجعوا. البعض فيهم ما رجعش، زي واحد اسمه مغبيش، أو اللي هو موجود في عزرة 32. في البعض الآخر سجلوا أساميهم وإنهم يرجعوا، لكن لما وقت الرجوع رجع أكتر من العدد ده، اللي هو اللي سافروا على سبيل المثال، اللي بنوا عادين سجلوا أساميهم إنهم 454 واحد، لكن لما نيجي في اللي رجعوا كانوا أكتر من كده، كانوا 655 واحد اللي هم سافروا ورجعوا. يعني سجلوا أساميهم كان عدد، لكن عند الرجوع العدد اللي ما سجلش أساميه كمان رجع. ففي ناس سجلت وما رجعتش، وفي ناس ما سجلتش ورجعت. فبالتالي بالطبيعي نشوف إن في أعداد المغنيين والمغنيات اللي سجلوا أساميهم واللي كان عدد معين، واللي رجعوا كان عدد أكبر، عشان تبقى الأمور بدأت توضح أمام عينينا وبدأت الأمور تتضح. في البعض كان بيحمل أكتر من اسم، ممكن ليه اسمه، اسمه لقب واسمه شهرة، وشفنا الكلام ده في نحامية 7:47 وعزرة 2:44 عن واحد اسمه سيعة أو سيعاها، يعني نفس الاسم بس مكتوب باسمه وحتة تانية بلقبه أو بالشهرة بتاعته. لما نيجي كمان في عدد 65، عدد 65 اللي ذهبوا للسبح واللي رجعوا من السبح واللي عادوا من السبي، الناس اللي عادوا من السبي كان معاهم خيل وجمال وعبيد وذهب وفضة، ودي كلها عطايا من عطايا الله ومراحم الله. فكل كان بيرجع ومش راجع فارغ، لكن راجع معاه عطايا. يعني عشان بس من ذهب إلى السبي ليس لم يكن السبي في حد ذاته كنوع من العقاب للكل، لكن كان نوع من البركة للبعض، البركة للبعض. ده شفناها في عدد 65، أو البرجرافين اللي قريتهم لكم في سفر عزرة وسفر نحمية. الكهنة واللويين واللي كانوا بيسبحوا ربنا في أرض السبي، أقول كده: كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، مزمور 137:4. لما قال لك هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، سبحوا لنا تسبحة من تسبيح صهيون، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. ففي البعض منهم ما سجلش اسمه إن هو راجع، ما سجلش نفسه إن هو مغني أو مسبح، لكن لما رجعوا بدأوا يسبحوا في الأرض بتاعتهم عندما رجعوا إلى
أورشليم. يعني برضه بنذكر كمان الحاجات اللي موجودة في الكتاب المقدس، بقية الكتاب المقدس اللي هو سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون. وبيتكلم على كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، أن نسيتك أورشليم تنت سامين ولتصخ لساني بحنك، إن لم أذكرك إن لم أفاضل أورشليم على أعظم فرحي. دول ناس، في ناس فيهم ما سجلوش، عشان تعرفوا ليه العدد اللي سجل أساميهم غير اللي وصل. اللي سجل أساميهم ممكن يكون حد فيهم ما سجلش أساميه، ولكن لما شاف العدد الناس راجعة فرجع معاهم في الرحلة بتاعتهم، وكان لهم دور مهم ودور أساسي في بث الفرح والتسبيح وسط الناس. وكل الجمهور زي ما احنا شفنا مع بعض كان 42,360، فضلا عن عبيدهم وإمائهم زي ما قال الكتاب المقدس في عدد 64، فكان هؤلاء 7,337، ولهم المغنيين المغنيات 200 زي ما ذكرنا. فمجموع الجموع دون العبيد والإماء 42,360. وفي سفر نحمية بيذكر انهم الاعداد الواردة 29,818، والاعداد الواردة في نحمية 31,089. الكلام ده كله لما نيجي لعدد الأعيان، كانوا 42,360 هم أعيان اليهود الذين أرادوا العودة وحب يرجعوا. ده كان الرقم ده كان ثابت في عزرة وفي نحامية، لكن من ذكرهم عزرة هم الذين تحركوا للعودة وكتبوا أسماءهم وهم في بابل، بينما من كتبهم نحامية هو في اليهودية بعد بناء السور أورشليم. فحدث نتيجة المدة الطويلة اختلاف في العدد، البعض مات أثناء السفر والبعض بعد الوصول مات، لكن قبل تسجيل نحمية الأسماء كان البعض فيهم مات، عشان كده عدل البعض عن السفر وسقطت أسماءهم من الأصحاح السابع من سفر نحمية زي ما احنا ذكرنا. فده الكلام اللي قالوه الآباء. فسجل عزرة أو سجل عزرة الذين أرادوا أن يسافروا أو يتحركوا للسفر، وسافر آخرين معهم فسجلهم نحمية، عشان كده زاد كشف نحمية. وعلى سبيل المثال اللي احنا ذكرناه من شوية، مخبيش في قائمة نحمية لكنه ورد في عزرة، لم يذكر في قائمة نحمية لكن ورد في قائمة عزرة 32، مع أن عزرة في بابل سجل اسمه، وبينما أراد نحمية أسماء الذين وصلوا بالفعل إلى أورشليم. فعزرة سجل اسم الرجل ده فعلا لكن ما رجعش. عادين، بنو عادين اللي احنا ذكرناهم، وزي ما قلت كمان أن كانوا في عزرة 454 وعادتهم في نحمية 655، اللي سافروا بالفعل هم العدد ده 655. وفي كمان اللي سافر بالفعل أكثر من اللي سجلوا أسمائهم، ودي كانت عادة من عادات اليهود في الوقت ده، استعمال أكثر من اسم زي ما احنا شفنا. عشان كده تلاقي فيه أسماء زي ما احنا ذكرنا، واحد اسمه سيعة أو سيعاها في نحمية 7:47 وعزرة 2:44. وشفنا نفس الكلام اللي ذكرته من شوية، ذكروا برضو كل الآباء اللي تكلموا وفسروا الكتاب المقدس. المغنيين والمغنيات دول ليسوا من اللويين اللي بيسبحوا الله في الهيكل، ودول كانوا بيقوموا بس الحفلات والولائم. عشان كده الأرقام والأعداد بتاعتهم زي ما قال العدد لكل رؤساء البيوت 42,000. خرج مع عزر في بداية الرحلة أو بداية المرحلة من بابل 29,000. عدد النحمية اللي كانوا موجودين في وقت بناء السور كان 31,000. عشان كده الأرقام لم تتغير، لكن الناس الأعداد هي اللي تغيرت، اللي وصلوا غير اللي كتبوا أساميهم غير اللي هم استمروا وقعدوا، لأن البعض رجع والبعض توفى. ونلاحظ أن عدد في عام
في عذراء ان هو قال كده: هؤلاء هم بنو الكرة الصاعدون من سبي المسبيين، بنو الكرة الصاعدون. يعني في نحاميه زي ما احنا شفنا، لا ده اللي هم كانوا موجودين وقت ما بنى السور وبدأ يعد الشعب او بدأ يشوف التعداد بتاع الشعب. فعدد المغنيين زاد لفرحتهم زي ما قال البعض بإعادة البناء، يعني البناء اتبنى. فالمغنيين بعد ما كانوا 200 كانوا 245 زادوا لأنهم فرحانين ومبسوطين، فانضم لهؤلاء من أعداد أخرى من المغنيين. عدد اللويين اللي هو بيمثل العشر زي ما ذكر الكتاب المقدس كان ثابت لم يتغير زي ما قالنا الكتاب المقدس. كل اللي اتكلموا عن الأعداد دي اتكلموا نفس الكلام اللي قلته لكم بالضبط وبالتفصيل. واحد تاني بيقول: سجل أصحاح 2 من سفر عزرا أسماء الذين رجعوا من سبي بابل بقيادة زروبابل، يذكر 32 عائلة بأعدادها وأسمائها، وسجل أصحاح 7 من سفر عزرا نفس الحدث، فيتفق مع عزرا في عدد أفراد 18 عائلة واختلف معه في عدد 14 عائلة، تراوح الاختلاف ما بين عدد واحد إلى 1100 شخص. وده الكلام اللي هو اللي سجلوا أساميهم غير اللي هم وصلوا وغير اللي هم كانوا موجودين. سفر عزرا وسفر نحمي أورد أسماء العائلات في زمنين مختلفين زي ما احنا شفنا. عزرا أحصى عدد الذين غادروا من بابل مع زروبابل، بينما أحصى نحمي عدد الذين وصلوا فعلا إلى أورشليم، والبعض غادروا بابل ليعيدوا في أورشليم، والبعض الآخر لم يغادر، يعني بعد ما سجل أساميه في بابل لم يغادر بابل واستمروا هناك، والبعض مات في الطريق زي ما احنا شفنا. وزي ما شفنا ان فيه بعض العائلات افرادها زادت وضمت اليها من اعداد اخرى لم يكونوا يعني موافقين على الرجوع. والحاجة الثانية، البعض قال انه كمان بعض هذه العائلات كانت سافرت وفي عدد منها موجود في أورشليم، فلما رجعوا انضموا للعيلة بتاعتهم فأصبحت العيلة كبيرة. سفر أشخاص معينين إلى بابل أو وقت السبي يعني منسوبوا إلى بابل، لكن لما رجعوا انضموا لعائلتهم اللي كانت موجودة في أورشليم فأصبح الأعداد كبيرة. فأصبح الأعداد اللي هي موجودة في سفر عزرا غير الأعداد الموجودة في سفر نحمية، لأن العائلات انضمت لبعض. يعني واحد كان برا مسافر ورجع، أو 10 كانوا مسافرين ورجعوا، اللي كانوا موجودون في البيت مثلا 6، فستة وعشرة 16 واحد. فلما يقول هم 6 هم 6، ما تقول هم 10 هم 10، ما تقول هم 16 هم 16، تقصد إنهي عدد فيهم؟ تقصد اللي هم كانوا في بابل واللي كانوا في أورشليم قبل السبي أثناء السبي، أو من العائلة بعد السبي؟ ده بالظبط كده عشان نبقى فاهمين الموضوع ماشي ازاي. فالقصص كلها بتصب في نفس الأعداد ونفس التعداد الإجمالي اللي مذكور في سفر عزرا والمذكور في سفر نحمية. في سفر عزرا كان في بداية الخروج من السبي مرة تانية، عزرا 2:69 زي ما احنا شفنا، أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل 61,000 درهم من الذهب و 5,000 من الفضة و 100 قميص للكهنة. أما في سفر نحمية بيذكر بعد عودتهم إلى السبي والتبرع مستمر، فبالتالي العدد زيادة. فبيذكر في نحمية 77، والبعض من رؤوس الآباء أعطوا العمل الترشاسة، أعطى الخزينة 1,000 درهم من الذهب و 50 منضحة و 530 قميص للكهنة. فبيذكر كمان مش بس في تعداد الناس، لكن حتى في عطاياهم. من في البداية العطايا كانت عدد معين، لكن بعد كده العدد زاد لأنه كلهم عمالين يتبرعوا. نفس الحكاية
العدد عدد الرجعوا من السبي او كتبوا اساميهم من السبي العدد كان صغير، لكن من رجعوا من السبي كان العدد اكبر وزاد، زي ما احنا شفنا كمان في تعداد المغنيين والمغنيات. وزي ما بيتكلم الكتاب المقدس مفيش اختلاف ما بين واحد والتاني، لكن الحقيقة الكتاب المقدس وحدة واحدة بتكمل بعضها البعض، وحدة واحدة بتكمل بعضها البعض. ده عدد المغنيين والمغنيات الموجود في سفر عزرا والموجود في سفر نحاميا. ألخص هذه الشبهة أن من كتبوا أساميهم مع عزرا كان عدد معين، من وصل فعلا في لأورشليم حسب التعداد اللي عمله نحاميا للعدد فعلي اللي موجود في أورشليم كان مختلف عن اللي كتبوا أساميهم. وشفنا الكلام ده، وعليهم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر في عزرا أصحاح 2. في عزرا في نحاميا بيتكلم على الناس اللي كانوا موجودين، ولما بنى السور، لما بني السور وأقمت المصرية وترتب البوابون في نحاميا 7:1 وترتب البوابون المغنون اللويون بيكمل. فهنا ده العدد الحقيقي اللي كان موجود في أورشليم. ده السؤال الأولاني بتاع إخواننا عن ليه الأعداد بتاع المغنين والمغنيات في سفر عزرا ليست هي نفس الأعداد اللي موجودة في سفر نحاميا. الحاجة الثانية، السؤال الثاني اللي هو بيسألوه إخواننا على عيد المظال. عيد المظال هنقرأ عنه في سفر عزرا أصحاح 3 ومن عدد 4. والسؤال بتاع أخواننا برضو بعد ما هقرأ العدد ده هذكر السؤال بتاعهم. أنا هقرأ من سفر عزرا الأصحاح 3 من العدد الأول. ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، وقام يشوع ابن يصداق وأخوته الكاهنة وزربابل ابن شلتئيل وأخوته وبنوا مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، وأقام المذبح في مكان لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي، وأصعدوا عليه محرقات للرب محرقات الصباح والمساء، وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم أمر اليوم بيومه. وبعد ذلك المحرقة الدائمة وللأهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة ولكل من تبرع بمتبرع للرب ابتدأوا من اليوم الأول من الشهر السابع يصعدون محرقات للرب وهيكل الرب لم يكن قد تأسس، وأعطوا فضة للنحاتين والنجارين إلى آخر هذا الكلام. فهنا بيتكلم على عدد 4 مرة تانية، وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم أمر اليوم بيومه. هنا بيتكلم على احتفالهم بعيد المظال، احتفالهم بعيد المظال. وفي ده في عزرا 3:4، وأنا قريت من أول الأصحاح. في سفر نحاميا أصحاح 8 لما بيتكلم على الاحتفال بعيد المظال، و هقرأ من عدد 13، هو العدد المقصود عدد 14، هقرأ من عدد 13. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس أباء جميع الشعب والكهنة واللوين إلى عزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة، فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين اخرجوا إلى الجبل ويأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب،
فخرج الشعب وجليلي وجلبوا وعملوا أنفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم، ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب أفرايم، وعمل كل الجماعة راجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال، لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا، وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وعملوا عيدا 7 أيام في اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. هو عيد المظال البعض والمشككين قال لك هو بني إسرائيل ما كانش بيحتفلوا بعيد المظال من أيام يشوع. الكلام طبعا الكتاب المقدس لا يقصد بهذا، لكن ما يقصده الكتاب المقدس إن بهذه الكيفية بهذه الطريقة لم يحتفل به منذ أيام يشوع، لكن كان بيحتفلوا بكل الأعياد، لكن ليست بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. هنيجي بالضبط كده للكلام اللي موجود هنا في المعنى اللغوي للكلام العبري اللي موجود. على سبيل المثال كلمة هكذا، كلمة هكذا لم يصنع هكذا، هكذا اللي هي كلمة كين، وكين من كلمة كون ينفذ أو يثبت الأوامر، وتعني يقيم شيء بطريقة صحيحة وصفة بشكل مجازي بمعنى حق، أو كظرف بمعنى بحق أو بدقة بطريقة ودقيقة أو مستقيمة أو اتباع التعليمات أو بمنتهى الدقة أو بالتأكيد أو بطريقة صحيحة. دي الكلمة كين، وكين برضو بتعني بذلك ولذلك وبالتالي وهكذا وباستقامة ومثل هذا وثم ولما كان، ومع حرف بعض حروف الجر ولذلك، وهذا يجري ذلك حتى الآن بالتالي على هذه الأرض. دي كلها الكلمة أنا بذكرها وهي معها بعض الكلمات في مثل هذه الحالة كمقارنة، الحق والعدل وصادقة حقيقية، الحقيقية الحق والعدل والنزيهة والصحيح والحقيقية وأليس كذلك والصحيح، دي الكلمة بالمعنى اللغوي، ودي تستخدم بالمقارنة ما بين حاجة اتعملت مع حاجة تانية، فدي بتستخدم هنا بالمقارنة بين ما فعله شعب بني إسرائيل. لم يعمل عيد مظال بالطريقة المستقيمة هذه وتطبيق كل الناموس بالكامل مثل منذ أيام يشوع. دي معنى الكلمة اللي هي كلمة كين. وفي التاريخ الكلمة عيد المظال، ومن يجي عيد المظال هنقرأ عنه في سفر اللاويين أصحاح 23، بيقول لنا كده الكتاب المقدس: كلم بني إسرائيل قائلاً في اليوم 15 من هذا الشهر السابع عيد المظال 7 أيام للرب، في اليوم الأول محفل المقدس عمل الماء من الشغل اللي تعمله، 7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف كل عمل شغل اللي تعمله. هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا أمر اليوم بيومه، عدا سبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. ده في سفر اللاويين أصحاح 23. وبالفعل فعلا لما نيجي يكمل الكتاب المقدس يقول لنا: أما اليوم 15 في الشهر السابع فيه عندما تجمعون غلة الأرض وتعيدون عيد للرب 7 أيام، في اليوم الأول عطلة، في اليوم الثاني الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخيل وأغصان أشجار غبية وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام. تعيدون عيدا للرب 7 أيام في السنة، فريضة ظهرية في أجيالكم في الشهر السابع تعيدونه. في مظال تسكنون 7 أيام، كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال. مظال يعني خيام يعني.
لكي تعلم أجيالكم أني في مازال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب. فهنا هدفه أن يتذكروا إخراج الرب لشعب إسرائيل من أرض مصر، والشروط دي كان بنشوفها في 6 شروط. الحاجة الأولانية 7 أيام تبدأ في اليوم 15 من الشهر السابع. الحاجة الثانية اعتكاف كامل عن الشغل. الحاجة الثالثة 7 أيام يقدمون ذبائح، اليوم الثامن يقدمون وقود. الحاجة الرابعة لا يسكنون في بيوت لمدة 7 أيام، بل يسكنوا في مظال مصنوع من سعف النخيل وأغصان الشجر، وده ينطبق على الكل كبير وصغير. الحاجة الخامسة يتم كل هذا بفرح لذكرى إخراج شعب إسرائيل من أرض مصر. الحاجة السادسة والأخيرة يقرأ فيها الناس ويتعلموا أن الرب أخرج شعب وأسكنهم في مظال عند إخراجهم من أرض مصر. كل هذه المواسم وهذا الموسم بالذات عادة بتكون فيه سحب وأمطار، وتذكرهم بالسحابة التي كانت تظلل شعب بني إسرائيل، لكن بينفذوا كلام الرب زي ما قال الكتاب المقدس. لكن لما نيجي في سفر الملوك أصح الأول أصح 8، سليمان عمل عيد مظال، لكن لما نشوف عيد المظال بتاع سليمان لم يكن كهذا الذي عمل في، عشان بس نذكر كل شيء عن الأعياد والاحتفالات. ملوك الأول أصح 8 من عدد 2، فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر إيثانيم، هو الشهر السابع، وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل الكهنة التابوت وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة واللويون. وبيقول لنا يعني إلى آخر الأصحاح، بيكمل في آخر الأصحاح، وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماء إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام و7 أيام، يعني 7 أيام و7 يعني 14 يوم، 14 يوما. وفي اليوم الثامن صرف الشعب في بركة الملك وذهبوا لخيامهم فرحين وطيب القلوب لكل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولإسرائيل شعبه. فنحتفلوا، لكن لم يكن الاحتفال لكن الاحتفال كان هنا بتدشين الهيكل وليس بخروج شعب بني إسرائيل أو باحتفال بالمظال اللي هو مخروجهم من أرض مصر وتسكنهم في المظال. لكن هنا كان فيه ذبايح كثيرة، لكن ما قالش إنهم أتوا بسعاف نخل وأغصان لبناء مظال زي ما هو موجود في الناموس، زي ما هو عمل في أيام نحامية وأيام عزرا. الصلاة كانت خاصة بالمذبح وليس بذكر إخراج الشعب أو إخراج الرب لشعبه من أرض مصر. الشعب كان عظيم جدا، ولكن لم يكن كل الشعب إسرائيل في ذلك الوقت متواجدين. لكن لما يحتفلوا بهذا الاحتفال، لا احتفال هنا كان مختلف في سفر عزرا. احتفال كان عظيم جدا، ولكنه لم ينفذ الناموس والوصية زي ما قالنا سفر اللاويين، زي ما احنا قرينا من شوية ايه اللي المفروض كان يعملوه. في كمان احتفالهم اللي احتفلوه كمان في عيد المظال، هنقرا كمان تاني في اخبار الايام الثانية صح 8 من عدد 12، حينئذ اصعد سليمان محرقات لرب على مذبح الرب الذي بناه قدام الرواق، أمر كل يوم بيومه من المحرقات حسب وصية موسى في السبوت والأهلة والمواسم 3 مرات في السنة، في عيد الفطير وعيد الأسبية وعيد المظال. وما سمعناش أن داود أو سليمان أو أي ملك آخر سكن في مظال أو سكن في خيام لمدة 7 أيام، وطبعا ده الشيء الوحيد اللي تم في أيام عزرا. هو عمل لكن ما سكنش في مظال، عشان كده نقول منذ أيام يشوع، هو يقصد فعلا منذ أيام يشوع لم يسكن الشعب ولم ينفذ ما هو موجود في الكتاب وما هو موجود في الوصية زي ما نفذه عزرا. هقرأ مرة تانية اللي موجود في سفر عزرا وسفر نحامية عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي بالضبط. عزرا 3 من عدد الأول ونحامية 8 من عدد 13.
ولما استمر الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، وقام يشوع ابن صداق وأخوته الكهنة وزربابل ابن شلتئيل وأخواته وبنو مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، وأقام المذبح في مكان لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأرض، وأصعدوا عليهم محرقات للرب محرقات الصباح والمساء، وحفظوا عيد المزال كما هو مكتوب ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم أمر الرب أمر اليوم بيومه. فهنا عملوا بالفعل وقدموا ذبايح، وحتة أنهم قطعوا سعف النخيل وأغصان الشجر دي كان مهم جدا، لأن ده بنشوفه يعني في سفر عزرة بنشوفه، لكن في سفر نحمية بنشوف أنهم كانوا قطعوا أغصان النخيل وأغصان الشجر أو سعف النخل وأغصان الشجر، ده بيرمز إلى أنهم الناس عايشين في غربة وغرباء على الأرض. وطبعا الزعف النخيل زي ما احنا شفنا اللي كان في يوم حد الزعف واللي فرشوا به، حتى بنسمي اليوم أحد الزعف يعني، وفرشوا في الطريق، وكان تقديم محرقة يوم بيومه. ونشوف الكلام ده العيد اللي فعله نحمية مع عزرة في نحمية 8، عملوا هذا الأمر في نحمية 8:13: وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس أباء جميع الشعب والكهنة واللاويين لعزرة الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة، فوجد مكتوب في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مزار في العيد في الشهر السابع، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين: اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخيل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لأنفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب أفرايم، وعمل كل الجماعة راجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال، لأنه لم يعملوا بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. فهنا كان بيقرأ في سفر كمل وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوم في يوم من يوم الأول اليوم الأخير، وعمل عيد 7 أيام وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. فهنا نفذوا الناموس بالضبط زي ما الناموس قال بالضبط، 7 أيام تبدأ في اليوم 15 من الشهر السابع اعتكاف كامل عن الشهر زي ما احنا اتكلمت، وفي اليوم الثامن لما عملوا الشاي بل اعتكفوا، 7 أيام قدموا ذبايح، واليوم الثامن يقدموا وقود زي ما قالت الشريعة، ما سكنوش في بيوت لمدة 7 أيام بل سكنوا في مظال مصنوعة من سعف النخيل وأشجار الشجر، وده ينطبق على الكبير والصغير. احنا ما شفناش الكلام ده منذ أيام يشوع بن نون زي ما الكتاب قال، وزي ما احنا شفنا في الاحتفالات اللي احتفل بها سواء سليمان أو عزرة قبل كده أو أي حد احتفل بها قبل كده. ودي كان زي ما قلنا الكتاب المقدس يتم هذا بكل بفرحة لذكر إخراج شعب إسرائيل من أرض مصر، وكان يقرأ لهم شريعة موسى وفهموا عيد المظال جيدا. فاللي نفهمه من الكلام ده كله أن الأجيال تعلمت أن رب أخرج شعبه أسكنهم في مظال عند إخراجهم من بني من أرض مصر. كل الآباء اللي اتكلموا على هذا المعنى واستفادوا في معنى سعف النخيل، وكل المفسرين سواء اليهود أو المفسرين المسيحيين اتكلموا عن ليه الاحتفال بعيد المظال بهذه الطريقة. احنا جبنا الكتاب المقدس وقرناه مع بعض وشفنا بقية الأجزاء بتتكلم بتقول ايه، وفهمنا ليه الاحتفال بعيد المظال كان مختلف في أيام نحمية، لم يصنع هذا مثله بهذه الطريقة بهذه الكيفية زي ما الشريعة قالت منذ أيام يشوع ابن نون. والحاجة السؤال الأولاني اللي احنا جاوبناه على عدد المغنيين والمغنيات، ليه العدد كان زيادة في سفر نحمية، ولأن زي ما احنا شفنا ناس ما سجلتش أسماءها وهي مع عزرة، لكن ناس رجعت
ودون أن تسجل أسامية، أو إنهم كانوا عايزين يرجعوا. في ناس كانوا عايزين يرجعوا ما رجعوش، في ناس تانية عدد صغير سجل أساميه لكن العدد الكبير رجع. فده العدد اللي هو سجله عزرة، ده اللي هم عايزين يروحوا. العدد اللي سجله نحمية ده فعلا العدد اللي كان موجود فعلا في أورشليم وقت إقامة السور. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وإكرام وعز وسلطان وسجود الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح، الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، من يأتي فليأخذ ماء حياة مجانا. أمين أمين أمين.